داي للكلام هو السلام. سلام عليكم. ليه دايما رابطين كل حياتنا بالمزاج؟ لازم عشان انزل من بيت الصبح لازم اشرب كوبايه القهوه بتاعتي، ولازم مع القهوه اخد السيجاره عشان مزاجي يعدل، ولازم اول ما اروح الشغل الصبح اخد لي واحده قهوه تاني عشان برضو اكمل اليوم ويبقى مزاجي مظبوط جدا. لما يبقى عندي مشاكل في البيت او في الشغل او في الشارع او مع اصحابي او واتيفر، يعني المشاكل دي بتاثر عليا جدا، فينعكس ده على مزاجي. هو ليه انا كل حاجه هي المزاج؟ ليه ما يبقاش كل حاجه اليقين؟ لو ربنا سبحانه وتعالى كاتب لي حاجه اشوفها وابقى راضي بيها جدا. خلي دايما مزاجك اللي بيتحكم فيه انت، مش اي احداث حواليك. في ناس يقول لك انا لو قمت الصبح لقيت الجو دم شويه، يعني مفيش شمس، اكتئب. يقول لك انا لو قمت لقيت الشمس منوره، يا اليوم بيبقى جميل جدا وببقى سعيد جدا. لما تقوم الصبح وتلاقي الدنيا مظلمه شويه، تقول قدر الله ما شاء فعل، النهارده هيبقى زي الفل. انت من جواك تقول النهارده هيبقى زي الفل، ما تكتئبش. اول ما تبدا تكتئب حاول بقدر الامكان تخرج نفسك بسرعه من الاكتئاب. ازاي؟ اللي انت تروح سينما، تصلي ركعتين، تقرا قران، تنزل تروح الجيم، تجري في الشارع، اعمل اي حاجه، ما تقعدش في مكانك تقعد تفكر في اي مشكله انت بتمر فيها بيها، فتلاقي الاكتئاب بيزيد. مفيش حاجه اسمها اكتئاب. انا بالنسبه انا اللي بخلي نفسي مكتئب، انا اللي بخلي نفسي متضايق. كل واحد متحكم في مزاجه، مش السيجاره ولا كوبايه القهوه اللي هتتحكم فيك. في ناس بيجي لهم اكتئاب لو مش شربوش كوبايه القهوه بتاع الصبح مع السيجاره. في ناس بيجي لهم اكتئاب لو هم مثلا مستنيين حاجه معينه هتيجي وما تجيش، يقول يا ده انا حظي وحش قوي، يفضل مكتئب. مش نصيبك، نصيبك ان شاء الله هتاخده. ما تبقاش قاعد تقول يا ده انا لو كان حصل كذا كان ممكن يحصل الموضوع ده، يعني لو كان حصل حاجة تانية غير اللي حصلت كان ممكن يغير المسار اللي كان جاي لك. الكلام ده غلط. كل شيء، كل واحد ليه نصيب في حاجة هياخدها. ما تقولش فات الأوان، قول لسه ممكن. فاصل نرجع نكمل كلامنا من فضلكم، استنونا. الانتفاخ، المصريين كلهم بيجي لهم حالة انتفاخ بعد ما ياكلوا أكلة كده حرشة يعني. النهارده مع جينا هنعرف مشاكل الانتفاخ هي من القولون ولا من الاكل ولا من ايه بالظبط. جينا ازيك؟ عامله ايه؟ كله تمام؟ كيفك منيحه؟ شو الاخبار؟ شو الاحوال؟ والله محسن. شو الجو؟ قولي لي بقى، هنتكلم النهارده عن هنحكي عن اهم مشكله، الانتفاخ، النفخه الدائمه والامساك والغازات وهالمشاكل اللي هي فيها عصر هضم. هلا نحن بدنا نتفق على شغله، الانتفاخ او النفخه هي بتصير بعد الاكل لانه سببها مأكولات محدده. اول شيء خلينا نبسط الامور، في اكلات محدده بتسبب انتفاخ عند كل الناس، اللي هي الحبوب مثل عدس، فول، حمص، فاصوليا، كل البقوليات، يعني كل الحاجه اللي ليها قشرين. صح. اللاكتوز عند ناس معينه، اللاكتوز يعني اللبن، الحليب، اللبنه، الجبنه، لانه في ناس عندهم حاله اسمها لاكتوز انتوليرنس، او يعني جسمهم ما بيهضم ماده اللاكتوز. اللاكتوز اللي هي السكر اللي موجود بقلب الحليب ومشتقاته، بيكون في انزيم بالجسم اسمه لاكتيز اللي هو مسؤول عن هضم هالماده، منه موجود او قليل عند ناس معينه. بهالحاله الناس اللي عندهم لاكتوز انتوليرنس لازم يوقفوا الحليب ومشتقاته، وفيهم يتجهوا عند طبيب ليعالجهم، بيعطيهم الانزيمات، صار في منها حبوب، يعني صاروا بيقدروا بياخذوا منها حبوب. بالحاله الثانيه غير الاكلات، وفي كمان عندنا الملفوف، الكروم صح، القرنبيط، البروكولي. ليه بقى؟ هو الياف لا مش الالياف، فيهم مواد بتسبب نفخه. اوكي. كمان في اشياء كتير بتسبب نفخه نحن ما بننتبه لها، مثل العلكه، اللبانه، لانه انت كل ما عم تعلق عم بتفوت هواء على بطنك، وهذا الهواء هو اللي بيعمل لك نفخه. مثل الشرب بالشاليمو او بالسترو اللي بحطوها بالعصير او بالمشروبات الغازيه وبيصيروا يشربوا فيها، وهي بنشوفها كتير عند الاولاد الصغار. بيكون الولد صغير ضعيف كتير بس عنده بطن زيتونه كده، هيدا البطن بيكون لانه بيشرب كل الوقت بالبيبرون بالانين اللي بيشربوه فيه حليب، او بيشرب بالشاليمو بالعصير. كمان هيدا لازم كتير ننتبه له. هلا ليه بيصير في عنا انتفاخ؟ لانه نحن بيكون البروبيوتيك بالجسم كتير خفيف. شو يعني بروبيوتيك؟ بروبيوتيك هي بكتيريا
كيف حاعطيك اكزامبل؟ بيقولوا لك على طول ما تستعمل هاند جل كثير لايديك المنظف. بالزبط. ليه؟ لانه هيدا هو عم بيقتل 99% من البكتيريا. هن 99% مش كلهم مش منيح، في البكتيريا جيده وفي البكتيريا سيئه. بالزبط. فهو بيكون عم بيروح البكتيريا الجيده. هي انا عم بحكي معك انا وايدي منشفين قد ما بستعمل، فبتنشف الايدين. نفس الشيء المعدة، لأنه بنستعمل أنتيبيوتيك كتير لما نمرض، أدوية من وراء البوليوشن التلوث، من وراء الأكل الغلط، البروبيوتكس اللي هن البكتيريا جيدة بالمعدة بتموت أو بتقل، وبالتالي لما ما يكون موجودة بصير عملية الهضم فيها مشكلة. هون عنا كذا حل، يا منشرب لبن اللي هو الزبادي، لأنه اللبن هو أكتر. تسمعي على الخميرة بيرة؟ طب هيدا الخميرة هي كل الحاجة اللي كل ما بتتخمر بشكل معين كل ما بتعلى فيها نسبة بكتيريا اللي هي المفيدة فتبدأ هي تنزل. بالضبط. بس احنا بنلاقيها باللبن اللي هو الزبادي، وكمان اللي هو الرايب يعني. في كتير بالسوق أناني لبن منزد له مادة البروبيوتك، منشوف عليه بروبيوتك أدد. كمان إذا كان عنا نفخة لكان البروبيوتك فينا نشرب اللبن أو فينا ناخد حبوب بروبيوتك. كمان إذا كان عنا نفخة فينا نعمل شيء اسمه elimination diet. شو يعني؟ يعني أنت عم يصير معك نفخة مش عم تعرف من شو. بتقول أنا هالأسبوع رح وقف الحبوب، عدس حمص فول فاصوليا، بتوقفهم، ما راحت النفخة يعني مش منهم. ترجع بتقول رح وقف الخضار، بتجرب كل الحاجات اللي ممكن تكون، رح وقف الحليب واللبن واللبنة والجبنة. وانت شخصيا لك نحن اكتر شيء منتعذب فيه قصة المعدة، لانه المعدة ما إلها قاعدة عامة. المعدة كل انسان شيء، في ناس الفايبر بيعمل لهم نفخة، في ناس قلة الفايبر بتعمل لهم نفخة. لا، وفي ناس مشكلتهم كمان مش في الاكلات قد ما هو في طريقه الطهي. ما انا هون لا مش الطبيخ، الطبيخ لا مؤاخذه مش بس الطبيخ، هو لما يكون الاكل دسم طبعا وفيه دهون كتير، الملوخيه المصريه طشه. ما بتعرفش تعملي ملوخيه؟ بعرف اعمل ملوخيه بس بدون الطشه ولا الشهقه. لا، يبقى ما بتعرفيش تعملي ملوخيه. لو ما فيش شهقه هنا ما فيش ملوخيه. والله قالوا لي هيك بمصر، بس لا بجد يعني بجد لازم الشهقه. يعني مش هيبقى في طباخ عالمي يرمي بتاع وبعدين. لا ده اكيد لا يعني، بس هو هي ليها في فرق بين الملوخيه اللبنانيه والمصريه. الملوخيه اللبنانيه ورق بتبقى زي ما هي، بيقطعوها صغيره. طب هو الاكل المسبك كله زي الملوخيه وزي الباميه وزي الحاجات اللي بتتعمل بتسبيكه عشان طعمها يطلع حلو، التسبيكه دي طبعا بتضايق. قالك لي هيدي بتعمل حرقه، لانه التسبيكه يعني عم تحكي ربة ندوره صلصه طماطم، عم تحكي دهون، عم تحكي زيوت، هيدي كلها اشياء بتعمل عصر هضم وبتعمل ريفلكس اللي هو ارتجاع بالمريء وحرقه. هيدا اللي بضايق. واللي اهم من هيدا كله الاكل السريع، يلا بدنا ناكل مثل كانه حدا حياخد منا الاكل حيقشطنا اياه وحيهرب. هيدا الاكل السريع كتير اللي هو الحشو بسرعه، يعني نولوك على مهلنا بده 20 نولوك، يعني نمضغ كده براحتنا عشان الاكل يبقى. بالظبط مزبوط. ما لازم نشرب كتير سوائل نحن وعم ناكل. ايه نحن بنقلكم شربوا مي كتير، بس مش انت وعم تاكل، لانه شرب المي الكتير مع الاكل كمان بيعمل فراغ، بيعمل فراغ، بيعمل انتفاخ، لانه بيملى المعده، بيعمل فراغ بين الاكل، فهو ده اللي بيخلي. طبعا كمان في عنا شغله، بس ممكن نشرب شويه مي صغيرين عشان يعمل تسهيل في عمليه الهضم. ما في مشكله بس مش اكثر من هيك. كمان في شغله كتير بتضايق اللي هي المشروبات الغازيه، بتعمل نفخه كتير. طبعا اللي عم بحس حاله عم تعمل له نفخه لازم يبتعد عنها. رح ننتقل لاخر نقطه لانه الوقت على طول بيطير. في عنا الامساك. الامساك هو من اهم اسباب النفخه، يعني الناس اللي عندهم حالات امساك مزمنه بصير بطنهم ينفخ. ليش؟ لانه مصرانهم ما عم يفضى مزبوط، وهذا المصران بيعمل انتفاخ، وهذا كتير مزعج لانه كل الوقت بيكونوا مضايقين، كل الوقت وزنهم بيزيد على الميزان. بالزبط. بحسوا حالهم مزعجين. للامساك لازم نشرب مي كتير، لازم ناخد بروبيوتكس اذا كان الحكيم طالب منا انه ناخد بروبيوتكس. البروبيوتكس ما بتتاخد بدون وصف الدكتور، لانه بنشوف كتير ناس تشتريه بالصيدليه. لازم ناكل اكلات كتير فيها فايبرز، الالياف مثل الخبز الاسمر، مثل القمحه الكامله، مثل الفواكه المجففه، الفواكه، الخضره بنخليها بطيخ. البطيخ هايل. البطيخ بتعرف ان في ناس لما بيبقى عندهم مشكله كبيره في القولون يجي الدكتور فتره كده يقول لهم بالليل مفيش عشاء كلوا مثلا بطيخ. يعني كلوا شويه بطيخ كويسين، ده كويس قوي، وكمان بيخلي عمليه الهضم اسرع. كمان في 3-4 اكلات كتير منيح اللي هن دبس الخروب كتير منيح للامساك. أيوة. زيت الزيتون كتير منيح للامساك. طبعا الفواكه المجففه مثل المشمش، التمر، الخوخ المجفف كتير منيح للامساك، وكمان نشرب مي كتير. كل الحاجات دي هايله جدا للامساك، وكمان بتخلي القولون مرتاح. غنى مرسي جدا، نورتينا النهارده، وهنستناك عشان تنورينا تاني ان شاء الله في حلقه تانيه نقول كلام جميل زيك. خلصنا مع غنى، عايزين نقول بمنتهى
البساطة، زي ما غنى قالت من شوية لازم نختار الأكل المريح لينا. الرياضة مهمة جدا، الرياضة بتساعد مساعدة رهيبة على قلة الانتفاخ أو راحة القولون. يا جماعة القولون بسببه ممكن يحصل لكم مشاكل كتيرة جدا، خلي بالكم من اختيار الأكل، خلي بالكم من طريقة الأكل وانت بتاكله، لازم تمضغه كويس جدا، وخلي بالكم ما تاكلوش حاجة تقيلة قوي وتناموا. فاصل رجع نكمل كلامكم واستنونا. وجينا لأهم فقرة في الحلقة وهي الورك أوت، التمرين. النهاردة هنبدأ أول تمرين، أول بروجرام، وهو البادي بامب أو التونينج. التمرين بكل بساطة هيبقى دامبلز، حتتين حديد كده حلوين، وإحنا قاعدين في البيت هنبدأ نعمل تمارين كل عضلات الجسم. بس هننظمها إزاي؟ هنبدأ نشتغل على الأبر في أيام، ناخد اللور في أيام، يعني هناخد الجزء العلوي في أيام وناخد الجزء السفلي في أيام. بس النهاردة وأول تمرين لعضلات الجسم هو البايسبس، وهيبقى مع الكابتن أحمد عبد الحميد. هنشوف النهاردة تمرين خفيف بسيط جدا، عندنا فري شيبس، عندنا ثلاث أشكال لعضلة البايسبس هناخدها بالدمبلز وإحنا قاعدين في البيت. للناس اللي بتكسل تنزل تروح الجيم أو يروحوا النادي أو عندهم الموضوع صعب قوي اللي ننزل من البيت عشان أروح أتمرن، وإنت قاعد في البيت هنتمرن. يلا نشوف التمرين مع الكابتن أحمد عبد الحميد. الموضوع سهل بس عايزين نركز عشان نوصل للي احنا عايزينه. يلا بينا. واول تمرين والبايسبس للناس اللي لسه بتقول يا هادي، يعني ناس البيجنر، الناس اللي بادئه. يا جماعه المهم جدا وانتوا بتتمرنوا لازم تبقوا واخدين بالكم من البوزيشن والموشن، وضعك وانت بتعمل التمرينه والحركه ذات نفسها. حلو ذات نفسها دي. النهاردة مع كابتن أحمد هنبدأ نعمل بداية التمرين. قلنا دمبلز خفيفة جداً في البيت اللي هما حتتين الحديد دول، كل واحد هيلعب الدمبلز اللي هو عايزه. نبدأ نص كيلو كيلو، أي وزن أنت عايز تلعب بيه يلعب بيه، بس كون مناسب ليك ما تتعبش في بداية التمرين. النهاردة البيجينر احنا هنشوف التمرينة، تمرينة بسيطة جداً. هنمسك الدمبلز هنعمل سنجل سنجل دبل، يعني بنطلع واحدة وبعدين الثانية وبعدين الاثنين مع بعض. احنا ليه بنعمل الكلام ده؟ عشان تتعود على الحركه بتاعه الباي سيبس اللي هي الحركه دي. هنعمل ده اربع مجموعات، كل مجموعه من 12 ل 15 عده بوزن قليل قوي، عشان نقدر نخلي العضله تستوعب التمرينه وتحس الويت حتى لو قليل. احنا لازم لما نيجي نبدا بوزن قليل جدا عشان ما يعملش مشكله في الكوع او حتى يعمل مشكله للعضله. نبدا نشتغل بوزن صغير ونخلي بالنا ولا نفرد قوي ولا نتني قوي، يعني واحنا نازلين بالدمبلز لازم يبقى سيمي لوك، يعني ما نفردش كوعنا على الاخر، واحنا طالعين ما نقفلش ايدنا على الاخر عشان ما نكونش بنضغط على المفصل بتاع الكوع. طيب هنيجي في التمرينه الثانيه. التمرين الثانية هتبقى حاجة برضو بسيطة جدا، أنا بحاول أركز على الركبة، بركز الكوع على الركبة وأطلع وأنزل، برضو مش عايز أتني على الآخر ولا أفرد على الآخر عشان ما أعملش مشكلة للكوع. بطلع وبنزل بالراحة. وهنا بين كل مجموعة ومجموعة لازم أعمل 30 ثانية راحة. ليه 30 ثانية راحة؟ عشان أرجع العضلة بنفس الكفاءة اللي بدأت بيها التمرينة. احمد نوم نوقف من فضلك. هنعمل تمرينه ثانيه ستاتيك، هنمسك الدمبلز واطلع بالدمبلز واثبت وعد 10 عدات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وانزل بالراحه جدا. دي هعملها ثلاث مرات وده مهم جدا لان ده بيدي صلابه للعضله، والعضله دايما تبقى حاسه بالتمرينه، يعني دايما العضله تبقى طول ما العضله فيها تنشن طول ما العضله حاسه بالتمرين. برافو يا احمد. اطلع تاني اخر واحده، بعد 10 عدات وابدا انزل سلو موشن، ما انزلش بسرعه، لازم انزل بالراحه عشان برضو احافظ على الانقباضه اللي عملتها. هنا انا طلعت عملت انقباضه للعضله، عشان احافظ على الانقباضه دي لازم اعمل انبساط سليم. احمد شكرا جزيلا ونشوفك بكره. زي
زي ما شفنا تمارين البايسبس حاجة بسيطة جدا وخفيفة جدا. أهم حاجة تخلي بالك من الحركة الموشن وانت بتتمرن، بلاش تشيل اوزان تقيلة وتستعفر على نفسك عشان توصل للتارجت اللي انت عايزه بسرعة. لازم ناخد الموضوع ستيب باي ستيب، واحدة واحدة. عندنا لسه تمارين كتير، عندنا لسه عضلات كتير، اهم حاجة تتابعوا التمرين، اهم حاجة تمشي مع البروجرام اللي احنا عايزينه بالترتيب. خلصت الحلقة، رب نكون بسطناكم واسعدناكم. شفنا التمرين مع كابتن احمد، شفنا تمرين البايسبس. ان شاء الله الحلقه الجايه هيبقى عندنا تمرينه جديده وعندنا عضله جديده وهي الترايسبس. عايزين نتابع كل التمارين والبروجرام اللي احنا حاطينه عشان نوصل للشيب اللي احنا عايزينه، عشان نوصل للهدف اللي احنا عايزينه. الحلقه الجايه عندنا عضله جديده وعندنا مواضيع جديده هتبسطكم ان شاء الله. استنونا، شكرا، السلام عليكم.